اليوم حوريكم كيف نعمل ملفي بافس. استخدمت سكر أبيض من الأسرة عشان أعمل كريمة الحلويات، خلطته مع صفار بيض شوية فانيلا ألين ما صار لونه باهت، وبعد كده أضفت عليه نشا وحركت. سخنت الحليب والكريمة على النار ألين ما وصل لمرحلة قبل الغليان، بعد كده أضفت نص الكمية على صفار البيض، حركتها مع بعض ورجعت الكمية كاملة جوا الطنجرة وحركتها ألين ما بدأت تصير تقيلة. غطيت الكريمة بنايلون وسبتها في الثلاجة ألين ما تبرد تماما. خبزت البوف بيستري في الفرن بعد ما قطعتها مربعات صغيرة، فكيتها من النص وحشيت كل واحدة بكريمة الحلويات. استخدمت سكر البودرة من الأسرة بالشكل الجديد في الشيكر ورشيت فوق البوف بيستري وقدمتها وبالعافية.